أيمن حسين خليفة يونس محمود، آخر شيء شنو تعليقك؟ أكيد أتشرفاني هذا الشيء. سعيد أكيد. تحس نفسك خليفة يونس محمود؟ شوف أنتم من نفس المحافظة؟ من نفس المحافظة وتغير نفس المنطقة. شوف هو شرف لكل لاعب أنه يكون خليفة، يعني أنه اسم الخليفة يونس محمود. لكن كل واحد يعني يختلف، يعني هو جاء بوقت يختلف، احنا جينا بوقت يختلف. ان شاء الله نقول يعني برايك منو اعظم؟ احمد راضي طبعا الراحل، لو يونس محمود كانجازات ما او أقدر. انت ما اقدر اقيم، انا ما اقدر. انت مثل من تريد تكون؟ خلينا نقول انا اكيد شوف كل شخص يتمنى يكون الافضل هو. بس اكيد انا ما قلت لك ما ملحق على كابتن عرب، بس انجازاته موجوده. احمد راضي لا قلت لك يعني ما ملحق، اكيد كابتن احمد راضي يعني اللي يسولف يقول لك اعظم من انجبت الكره العراقيه طبعا كابتن احمد قول بكاس العالم. اي بس اكيد انه تكون مثل يونس محمود قلت لك مو شيء قليل. التقيت باحمد راضي انت؟ اي مسلم عليك.